بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم، معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض ليسن نمبر 5 في منهج ديسكفر لجريد 3 تشابتر 3. احنا في الليسن ده ان شاء الله هناخد مع بعض برضو مجموعه من المعلومات الخاصه بالهيلثي فود، الاكل المفيد لنا والصحي. وتعال نلعب لعبه هنسميها ايتينج رينبو، واكننا هناكل الرينبو اللي هو القوس قزح اللي بيظهر في السماء بعد المطره. وطبعا احنا عارفين ان الرينبو ده بيبقى فيه الوان، والالوان دي عباره عن 7 كولرز. ال 7 كولرز دولت ريد، الالوان دي عباره عن ريد واورنج ويلو وجرين وبلو واندجو وفايلوت. بس قبل ما نلعب اللعبه دي تعالوا نشوف مع بعض ايه الفواكه اللي عندنا. احنا عندنا مجموعه من الفواكه، وهدف الاكسرسايز ده ان احنا نتعلم الاسامي بتاعه الفواكه ونتعلم اساميها. ويا سلام بقى لو انت شاطر يعني وحفظتهم بالكتابه، لو قدرت تحفظهم بالكتابة انت هتكون شاطر جدا. ماشي، تعال نبدأ مع بعض بالجرابس. الجرابس اللي هي انا عاوزك بس تركز مع الالوان. اللون هنا ده لون فايلوت، بص كده اللون ده لون فايلوت. هنا مثلا البامبكن ده اللي هو القرع العسل ده لونه اورنج، واخد بالك؟ الليتوس ده اللي هو الخس لونه اخضر. البنانا لونها يلو. الليمون لونه يلو برضو. الاستريبري لونها ريد. الكابج اللي هو اللي هو ايه الكابج ده اللي هو اسمه ايه، بيبقى انا عارفه بالانجليش بس مش عارفه بالعربي، اللي هو بيبقى بيتحط على السلطة وكده اسمه كابج. ماشي، افتكر لكم الوقت اسمه ايه الكابج ده بالعربي، اللي هو اسمه بالعربي غريب شوية، اسمه الكابج اللي هو الكرومب الكابج ده اللي هو الكرومب. ماشي، ما بيتحطش على السلطه بس يعني هو في انواع منه بتتحط على السلطه. ماشي، الكاروت ده اللي هو الجزر لونه يلو، افوكادو، بلو بيري. المهم ان الحاجات دي كلها انا عاوزك تعمل زي جدول زي ده. ماشي، جدول زي ده. الحاجات الريد هتحطها مع الريد، يعني الاستروبري ماشي، والبيموجرانيت اللي هو الرمان هنحطهم هنا، هنكتب هنا ستروبري. ماشي، هنكتب هنا ستروبري وهنكتب البيموجرانيت مثلا. طيب والاورنج كان عندنا ايه لون اورنج؟ كان عندنا مثلا البامكن وكان عندنا البيتش، دولت لونهم ايه؟ اورنج. وكان عندنا الكاروت. فانت هتقعد بقى تلعب بقى، يعني انت هترص الايه، هتحط الحاجات اللي لونها اورنج مع بعض، والحاجات اللي لونها يلو مع بعض، والحاجات اللي جرين مع بعض، والاندجو مع بعض، والفايلوت مع بعض. الاندجو ده اللي هو البلو. ماشي، يعني مثلا عندنا ايه بلو هنا؟ عندنا البلو بيري ماشي، وعندنا ليك بلانت اللي هو البتنجان، دولت لونهم يلو، سوري لونهم بلو. ماشي، دولت لونهم ايه، ممكن نحطهم مع البلو. ماشي، طيب الايتنج رينبو احنا عندنا هنا بيقول لك انك تاكل الحاجات اللي فيها الوان. الحاجات اللي فيها الوان دي بتكون مفيده ليكي، يعني بتكون مفيده للجسم دايما. بيقول لي هنا is variety of fruits and vegetables that we eat which provide our body with different mineral and vitamins. الحاجات دي لما بتاكلها بتدي للجسم mineral وبتدي له vitamins. ماشي، some food are white in color and contain important nutrients زي الاونيون والمشروم و الجارليك والتارو. مش شرط ان الحاجات تبقى ملونه عشان تبقى مفيده، ممكن تبقى حاجات بيضاء زي مثلا الاونيون البصل مثلا. ولكن خلينا نروح للولد صاحبنا ده اللي هو بيكون شقي جدا وبياكل ماتش شوجر. شوجر يعني السكر. كلنا بنحب السكر، مش هنكذب على بعض، كلنا بنحب الشوكليت وكلنا بنحب السويتس والحاجات اللي مسكره كلنا، وانا بحبها. بس كترها غلط، يعني كترها بيسبب مشاكل. كترها بيسبب ان تعال نشوف ايه المشاكل اللي بتسبب كتر الشوجر. يعني يقول لك هنا eating too much sugar causes some bad effects to our bodies. effect of extra sugar، المشاكل اللي بتيجي نتيجة الاكسترا شوجر السكر الزيادة بتبقى عبارة عن cause tooth decay. tooth decay يعني تآكل السنان، تلاقي السنان مسوسة، بتسبب feeling anxious. الانكسيوس اللي هو القلق.
adding stress بتخلي الانسان عنده مشاكل و unhealthy weight، بنبتدي ان احنا وزننا يزيد اكتر من اللازم. ماشي، دي كلها مشاكل للسكر. فتعال نقرا مع بعض. هنا بيقول لي eating extra sugar causes bad effect on our body. طبعا صح، كلمة causes bad effect on our body قصده ان هي يا ترى هيسبب مشاكل لجسمنا. طبعا هيسبب مشاكل لجسمنا. extra sugar make feel happy. والله انا مش هنكدب على بعض، هو بيسبب يخلينا هابي مفيش مشكله، بس ده لو احنا بنجاوب اجابه سطحيه. ماشي، انما هو السؤال مفروض ان هو بيسبب ايه؟ انكسيوس. الانكسيوس اللي هو القلق، فاحنا ما نتخدعش ونعملها ترو، نعملها فولس. هو بيخلينا ترو شويه، سوري، بيخلينا هابي شويه، بيخلينا سعداء شويه، وبعد كده ينكد علينا. فبلاش سكر كتير. eating extra sugar add stress. طبعا صح. وبقيه الاسئله ممكن تجاوبوها بنفسكم، كلها اسئله سهله. fresh vs او versus proceeds. الحاجات اللي الفريش والحاجات اللي اتعملت قبل كده. بص، انت ممكن تكون عندك بيتش، البيتش اللي هو الخوخ، في خوخ فريش اللي هو اسمه فريش بيتش، اللي هو انت بتروح تجيبه من الماركت وتاكله، تغسله كويس وتاكله. وفي بقى بيبقى جوه العلب بنسميه بروسيسد بيتش، بروسيسد ايه بيتش. طيب ايه الفرق بين الاثنين دول؟ الفرق الاولاني طبعا الحاجات الفريش هي اللي احسن، كلمه فريش يعني طازج، الحاجات الفريش هي اللي احسن. فيقول لي هنا فريش بيتش ات هاز ناتشرال شوجر، بيكون فيه سكر طبيعي، يعني هم مش حاطين اي طعم. هل مثلا الراجل اللي بتاع السوبر ماركت او بتاع الراجل اللي هو بتاع الفاكهه بيبيع لنا الحاجه ويحطون عليها شويه سكر؟ لا، هو بيبيعها لنا كده واحنا بناكلها كده، فبيبقى ايه، بتبقى عليها سكر طبيعي. it has natural sugar. طيب هنا the peel has a lot of nutrients، يعني فيها the peach فيها a lot of nutrients، الواحده منهم فيها nutrients كتير. انما هنا اللي في العلب ده اللي هو المعلم بروسيس دوت، البروسيس ده بيكون اكسترا شوجر از ادد وذا بيل تيكن اوف، سو اللي هي البذره يعني، يعني اتشالت وسو القشره، القشره مش البذره، البيل دي اللي هي القشره. ماشي، القشره بتاع، على فكره القشره بتاعت الفواكه مفيده جدا. سام نيوترينز ار لوست، يعني هو بيشيل القشره وبياخد القلب بتاع الفاكهه بس، فطبعا ده غلط. ذا بيل از تيكن of from fresh peach. لا طبعا، البيل اللي هي القشره بتبقى موجوده في الايه، الفريش بيتش اللي هي في الخوخه الفريش، في الخوخه الفريش بنلاقي ايه، بنلاقي البيل، بيل اللي هو القشر. fresh peach has more nutrients. طبعا صح، الفريش بيتش بيكون فيها نيوترينز كتير. extra sugar is added to processed peach. بنحط سكر اكتر. fresh peach has neutral sugar، الفريش بيتش بيكون فيها ناتشرال شوجر، بيكون فيها سكر طبيعي. طبعا لا، بيكون فيها فعلا، بيكون فيها ناتشرال شوجر يعني السكر الطبيعي. بكده نكون خلصنا مع بعض الليسن نمبر 6، وهو ليسن سهل جدا 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 جدا، او ليسن نمبر 5، احنا خلصنا ليسن نمبر 5. ليسن نمبر 6 هو اللي سهل جدا، هناخده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح يا رب. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.